أهلين مدام زيزي، أنا كنت حاتصل فيكي هلأ. فيك تسكت وتسمعني منيح؟ بدي إياك بعد ساعتين تلاقيني بالكافتيريا اللي بالمول، بتقدر؟ شو عم تحكي؟ طبعاً بقدر مدام، لا تطولي. صار لك زمان قاعدة هون؟ ايه صار لي زمان طبعا. انا بعتذر بس صاحب المحل ما خلاني اطلع، ومنيح انه اجى رفيقي وانا حطيته بدالي وطلعت بسرعة لانه بلشت اشتغل. بعرف. مين اللي قال لك؟ امك قالت لي اليوم اجت لعندي. امي؟ وشو بدها منك لحتى اجت؟ انا عن جد بعتذر، ونبهت اكثر من مره انه ما تجي وتزعجك، بس شكلها ما ردت علي. خلص انا بتفاهم معها. في راس ما في داعي تكبر الموضوع بنوب، امك خايفه عليك وهالشي كثير طبيعي. شو تركت الدراسه؟ ايه خلص تركتها، ما فيني ادرس واشتغل بنفس الوقت، الشغل اهم، وبعد فتره رح يزيد راتبي ووقتها رح اقدر. ليش ما بتخلص دراستك بالاول؟ مو هيك احسن لك؟ ما فيني استنى لوقتها. ليش؟ شو يعني في حدا لاحقك؟ مدام زينة، أنا فكرت بموضوعنا وفهمت. شو فهمت؟ فهمت ليش ما بدك ياني. آها، وليش بقى؟ لأنه ما عندي مصاري ولا عندي بيت، ومن حقك ترفضيني، ما فيني أمن لك العيشة اللي أنت عايشتيها هلأ. فراس، أنت فهمان القصة؟ خلص أنا بلشت شغل وصار فيني برياحة أطلع مصروفي، وكمان صار فيني أفتح بيت وأتحمل مسؤولية الزواج وشو ما بدك، وكمان اشتريت لك هالخاتم من راتبي، وكنت مستني فرصة لأعطيك إياها. تقبلي تتجوزيني؟ أنت أكيد جنيت. في حدا بيعرض الزواج على وحدة بالأصل متزوجة؟ طبعا اكيد بالاول لازم تطلعي من جوزك، وانا رح استناكي. لا تضيع وقتك، لانه بصراحه مو ناوي اتطلق من جوزي، وقلت لك اياها اكثر من مره. انا بحبه لجوزي وبموت فيه ومبسوطه معه كثير، وفهام وطلع من حياتي بقى، لانه انا مستحيل فكر بواحد مثلك. ولاخر مره عم نبهك، اطلع من حياتي. انت عم تكذبي، وكمان مانك مبسوطه مع حداك. طلع فيني، اللي عم تحكي عنه بهالطريقة هي بيكون جوزي، جوزي اللي بحبه. سوري. سوري. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.